انا جالس في داري وما كنخرجش الا الضروره القصوى، يعني لا بغيت نتقدى شي حاجه او لا بغيت نوصل للطبيب او لا لشي ظرف مثلا طارئ، ولاش كنخرج. اذا انتما عاونونا وعاونوا هذه البلاد وعاونوا بعضياتكم باش التكافل، راه حتى في الجلسه في الدار راه كاين تكافل. دابا خصنا نتعاملوا مع هذا الوباء بحيطه وبحذر باش ما يتطورش. الله يخليكم، ما نخرجوش من الدار، وإلا قاعد عز الضروره وخرجنا لشي حاجه ضروريه فريمون ضروريه، نخليو المسافه بيننا وبين هذاك اللي حدانا، وديما نغسلو يدينا بالماء والصابون، ونتخذوا جميع التدابير الوقائيه. الله يخليكم، ما نخرجوش من الدار. السلاح ديالنا باش نحاربوه هو نجلسوا في ديورنا ونخليو السلطات والاطباء يحاولوا ما امكن يحاصروا هاد المرض. عاون بحاجه واحده، بقى في دارك، لا بقيتي في دارك بحال هزيتي السلاح وتتقتل في هاد المرض. جلسوا في ديوركم، ما عندكم ما تمشيو ديروا على برا في هاد الساعه الا للضروره القصوى، الا لشراء الدواء او انكم تتقضاو. هذه هي الحاجه الوحيده اللي يمكن لا تخرجكم على الباب الزنقه. ابار سا الله يرضي عليكم، الله يخليكم، خليكم في ديوركم، خليكم في ديوركم، بقاو في ديوركم باش تحسوا بانكم في امان. الى خرجتوا خرجوا، ولكن ديروا اللوازم ديال السلامه، متر بينك وبينه، ما تهضروش بزاف، ما تتكلموش بزاف. ومن بعد غادي يجي وقت فين غادي نخرجوا، فين غنسلموا، فين غنتعانقوا، فين غنهضروا، فين غنكونوا كلنا مع بعضياتنا. الله يخليكم الى ما جلسوا في ديوركم، الله يخليكم الى ما تبعوا الارشادات، الله يخليكم الى ما خذوا الاحتياطات. راه المساله جديه ماشي ضحك. بغيت تبقى في الدار، بغيت تجلس في الدار، بغيتك تقعد في الدار، نبقاو في الدار. كاملين متاكدين بان الى حدينا من التجمعات غادي نحدوا كذلك من انتشار الفيروس. اذا عافاك عافاك، بقى في الدار، والتلاميذ خاصه قرا في الدار. احسن حاجه يدير الانسان في هذا الوقت هذه، في هذا 14 يوم اللي طلبات منا الجهات المسؤوله، هي نجلسوا في الدار. نجلسوا في الدار، الله يخليكم الى ما نجلسوا في الدار. للاسف مازال بزاف ديال الناس فيهم الاستهتار وما كيلتزموش بشروط السلامه اللي توضعات، مازال كيتجمعوا، مازال كيمشيو للاماكن العموميه، كيعمروا الاسواق. الناس ما واعياش بالخطوره ديال الوباء اللي كينتشر بواحد السرعه خياليه. فهاد المساله ما غنحسوا بها حتى تقيت شي واحد من العائله ديالنا. يا عائلتك يا عائلتي الله يحفظ، نتمنى ان هادشي يدوز بسلام، ولكن خصنا نلتزموا بشروط السلامه. الله يجازيكم بخير، جلسوا في ديوركم وخذوا بنصيحه وزاره الصحه والنصيحه ديال السلطات المعنيه. الله يجازيكم بخير باش ما ينتشرش كثير عندنا هذا المرض. جلسوا في ديوركم، الله يرحم لكم الوالدين. الله يخليكم، بقاو في ديوركم، خصنا نبقاو في ديورنا. هذا فيروس خطير علينا وعلى البلاد وعلى عائلتنا وعلى اولادنا، لازم ناخذ الاحتياطات ديالنا ونبقاو في ديورنا. كره راه بين يديكم، الحل حتى هو راه بين يديكم. الا بغيتوا الوباء انه ما ينتشرش وانه يتحد وما يبقاش ان شاء الله، حميوا راسكم، دخلوا لديوركم. وشكرا هيسبريس على هذه المبادره. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.